بسم الله الرحمن الرحيم. ادي القصة يا عم اللي انت عامل عليها فرح. تعال نحل مع بعض عليها كده شوية اسئلة من الفصل الاول لحد الفصل الثالث، تقريبا 50 سؤال او 53 سؤال يعني تحديدا. اول سؤال معانا، انا عايزك تفهم مني انا هجاوب ازاي عشان تتعلم، لانك انت محتاج تقرأ القصة بس حتى لو بعربي. Do you think that Pip's being an orphan، هل تعتقد ان كون بيب يتيم affected his life، اثر على حياته؟ Why؟ وليه؟ Give your answer in three sentences. اديني اجابتك في 3 جمل. هتقول له يا عم الاول كده بداية، اوعى تنسى تقول له يس. ازاي؟ هل تعتقد ان كونه يتيم اثر على طفولته؟ اه يا باشا صح طبعا، يس اكيد. طب ليه بقى؟ هتقول لي هو عاش حياة بائسة. He lived a miserable، انا بكتب لك بالراحة اهو، life. هو عاش حياة بائسة، حلو. وبعدين تقول كمان ان اخته كانت قاسية. او قول الاول هو كان يتيم. He was an orphan، كان يتيما. واخته كانت قاسية. His sister، اخته، was cruel، اخته كانت قاسية. قول يا عم لو انت عايز كمان. He was lonely، يعني كان بيشعر بالوحدة. نقطة، انت خلصت السؤال يا ابني وخدت الاجابة، الف مبروك، الاجابة خلصت. السؤال الثاني، If you were in Bib's place، لو انت مكان بيب، would you bring the file and food to the stranger؟ لو انت مكان بيب هتجيب الاكل للراجل؟ انا هقول يس مرة واقول نو مرة، يس مرة ونو مرة. طيب لو انا قلت يس هقول اه طبعا هودي له الاكل والمبرد وظبطه. ليه يا عم؟ طيب اول حاجة كده هقول له يس as he frightened me، frightened me لانه خوفني. حاجة تانية ممكن اقول يس as لانه بدا ضعيفا، as he looked لانه بدا looked old sorry لانه بدا كبيرا، and needy لانه بدا كبيرا ومحتاج. دي اجابه. طب انا لو عايز اقول لك لا مش هساعده، as لانه كان، لان هو كان اللي هي was مجرما اللي هي convict او criminal، الاثنين ياكلوا زي الفل. طيب وتروح عامل كومه كده وتقول I should tell، انا يجب ان اخبر، او I should have told لو انت عايز تخليها في الماضي، my sister or Mr. Joe، المفروض اقول لمستر جو او اختي. طب do you think that Pip's older sister lived a happy life with her husband، هل تعتقد ان اخته كانت عايشه حياه سعيده مع زوجها؟ انا هقول لك لا. ليه يا باشا؟ الاول كده هقول نو. ليه؟ هي اعتقدت ان حياتها سيئه لان زوجها حداد. يلا قول كده معايا، هي اعتقدت، يبقى هنقول شي اعتقدت يعني ثوت، ان يعني ذات، ان يعني ذات مش تو يا مستر، هقول لك امتى تاخد ذات وامتى تاخد تو دلوقتي وامتى ما تاخدش حاجه خالص. حياتها هير لايف سيئه از باد لان هي، لان يعني بيكوز هي يعني شي كانت زوجه حداد، او بلاش من دي، لان زوجها كان حدادا. يلا نقول دي كده، because her husband، لان زوجها كان يعني was a blacksmith، a blacksmith. شكرا الموضوع خلص. اديني كده اجابة تانية. لا، لان هي اعتقدت ان حياتها سيئة لان جوزها حداد. موضوع مش محتاج اي دماغ. موضوع لا، موضوع ان دي بس عشان تفهم كده. كلمة ان دي في الانجليزي لها 3 حاجات، اما انك تعملها ذات، او انك تترجمها تو، او انها لا تترجم اصلا. حلو. امتى ناخدها ذات؟ ده طبعا للناس اللي هم ما عندهمش قدرة انهم يكتبوا اجابة، لكن لو انت بتعرف قدم الفيديو شوية سريعا كده. ذات دي لو انت هتجيب بعدها اسم او ضمير، تو لو انت هتجيب مصدر بعد كلمة ان، لا تترجم لو مع الفعل الناقص حتى لو بعدها اسم او ضمير مش موضوعي. طيب اجي في جملة مثلا اقول لك على سبيل المثال، قال ابي ان مصر دولة، او ان مصر دولة عظيمة، عشان ده ممنوع من الصرف عشان عارفك بتصوت في وشي دلوقتي. والله لما اجي اقولها اقول لك my father said ذات، قال ان ايجيبت، ان مصر. انت يا مستر قلت لي كلمة ان معناها ذات ومعناها تو وممكن ما نترجمهاش، انت ترجمتها ذات ليه؟ لان بعدها اسم. طب انا اريد ان، يبقى I want، انا اريد ان انام يبقى I want to sleep. ايش معنى ترجمتها تو؟ عشان بعدها فعل يا حبيبي. طيب امال انت ما تترجمهاش امتى؟ لو انا قلت لك يجب عليك ان تذاكر يبقى اقول لك you should ان، ما تترجمش، واروح جايب لك بعدها study على طول لان في فعل ناقص. بس كده ده الحوار كله سريعا. الجملة رقم 4، What do you think would have happened if Pip had told his sister about his behavior with the convict؟ ايه اللي تعتقد انه كان ممكن يحصل لو Pip
اخبر اخته عن سلوكه مع السجين. انا عايزك تبقى عيل رخم وانت بتجاوب السؤال ده. بص الراجل قال لك ايه، would have happened if بيب had told. انا عايزك لما تيجي تجاوب السؤال ده هتقول جمله سليمه كده، لو بيب اخبر اخته، وخد من هنا كده زي ما هو جاب لك، هتروح قايل if بيب had told his sister. والله يا باشا لو بيب كان اخبر اخته هي she، وما تقولش she would وتسكت، لا she would have، وتجيب التصريف الثالث من الفعل اللي انت عايزه، she would have punished him. punished him، والله يا باشا كده المعنى على بعضه، لو بيب هاد تولد اخبر سيستر اخته هي كانت سوف تعاقبه. الموضوع سهل ولطيف بس انت محتاج تقرا القصه عربي زي ما قلت لك. suddenly we heard angry shouts nearby، فجاه سمعنا حد بيصوت جنبنا في صوت غاضب. I was afraid of what was about to happen، انا بصراحه كنت خايف مما قد على وشك ان يحدث. what do you think was about to happen، ايه اللي ممكن يحصل في رايك؟ هتلاقي نفسك بتقول الجميع كان سيعرف ان بيب ساعد المدان. all او everybody، everybody يعني كل شخص اللي هو الجميع يعني، would know يعني كان سيعرف، ذات ان بيب يبقى ذات بيب، خد بالك انا قلت ان يعني ذات عشان بعدها اسم، ذات بيب ساعد هيلبد المدان يبقى ذا كونفكت، والحوار خلص. انا عايز بس اكد على فكره لانك انت ممكن لو انت من الناس اللي ما بتعرفش تعمل اجابه يعني، بص يا كتكوت ويل دي معناها سوف، طب عايز اقول لك كان سوف والود والمصدر دي معناها كان سوف، دي معناها كان سوف، فالجميع كان سوف يعرف يبقى ود نو لو انت عايز تقول كان سوف. طب كان سوف يقتل يبقى ود كيل. السؤال السادس ربي يقول لك should بيب هاف تولد ذا سولجرز اباوت ذا كونفكت، هل بيب كان يجب ان يخبر ان الجنود عن المدان؟ انا ممكن اقول يس عادي وممكن اقول نو انا حر. طيب لو انا قلت يس هقول يس اه طبعا لازم يخبر الناس، ليه؟ لان هو كان مجرما لانه كان مجرما خطيرا as the convict، convict لان الكونفكت ده was a dangerous criminal، criminal انا لو مكان الواد ده كنت هقول لهم عشان الكونفكت ده كان مجرم خطير. طب انا لو هقول له بقى، لا مش هقول لهم، ليه؟ لان الراجل ده حس ان من الواد بيب حس ان من واجبه انه يساعد الراجل ده بقى از بيب، لان بيب شعر فلت انه ات ووز انه كان هيز ديوتي يعني واجبه تو هيلب، تو هيلب ذات بور مان، وكلمه بور هنا مش معناها فقير، هذا الرجل المسكين. طيب واي دو، طبعا انت حر في نفسك قول يس ولو انت حر، واجابات غير دي عادي، اتعلم مني تجاوب ازاي بس. واي دو يو ثينك بيب وينت تو ذا جرافيارد اون ذا كريسماس ايف، وات داز ذات تيل اس اباوت هيز لايف، هو ليه بيب راح للمقبره على في يوم او في ليله عيد الميلاد، وده بيخبرك ايه عن حياه بيب؟ اول حاجه كده رقم واحد، هي وينت، هي went هو ذهب الى المقابر، الى اللي هي تو المقابر، انقلها من فوق زي ما هي grave yard. طب ليه عم؟ because لانه افتقد والديه، because he الاول اقول لك شعر بالوحده يبقى because he felt lonely and و and missed his parents، missed his parents، بيرن ممكن توسع شويه بين السطور بس مش مشكله. يبقى هو ذهب الى المقابر لانه شعر بالوحده وافتقد والديه، حلو ده رقم واحد. طيب what does that tell us about his life، ده بيحكي لك ايه عن حياه الواد ده؟ ان he lived هو عاش حياه بائسه، a miserable، بلاش مش عارف تكتب كلمه miserable، hard عادي a miserable life. طب السؤال اللي بعد كده بقول لك ذا كونفكت المدان was lucky to meet بيب، المدان ده كان محظوظ ان هو قابل بيب، ليه بقى يا باشا؟ اولا كده بيب كان عايش مع حداد، والحداد هيجيب له المبرد اللي هيخلص نفسه من الكلبشات بالاضافه الى الطعام. as بيب انا مش عايزك اشرح ده كله يعني، as بيب could bring him لان بيب استطاع bring him ان يحضر له food and file، اكتب دي تاني كده بالراحة كده، لان بيب استطاع ان يحضر له as بيب could bring him استطاع ان يحضر له food
and file، لأن بيب استطاع أن يحضر له طعاما ومبردا. عايز تشرح بقى وأنت واد كيوت، قول as بيب lives with a blacksmith so he could bring him a file to get rid of the to، أهي يا عم، to get rid of، ليتخلص من his handcuffs، عشان يتخلص من الكلابشات بتاعته. Why do you think Bib helped the convict؟ في رأيك أنت هو ليه بيب ساعد الراجل ده؟ هتقول بقى as أو because، عادي بقى زي ما أنت فاهم بقى، because Bib felt sorry، لأن بيب شعر بالحزن والأسى، for him، لأن بيب شعر بالحزن عليه عندما رآه يرتجف، when he saw، عندما رأى يعني شاف مين؟ the convict shaking، لأن بيب شعر بالحزن عندما رأى الرجل يرتجف اللي هو المدان ده، تمام؟ وتقول كمان بيب felt it was his duty to help the man، بيب شعر أن من واجبه أن يساعد هذا الرجل. بيب felt it is أو was بقى عشان الجملة ماضي، his duty to help the man، قلناها قبل كده مرة. السؤال العاشر، although بيب، بالرغم أن بيب and the convict were different، برغم ان هم كانوا مختلفين، they had some kind of similarity، هم الاثنين في بينهم بين بعض نوع من انواع التشابه. ايوه يا باشا، قول كده، خليك ناصح، بين الاختلاف وبعدين التشابه. هتروح قايل لي بيب was still young، بيب كان ما زال صغيرا، and calm، وهادئا، but، ولكن المدان كان غاضبا، the convict، المدان كان غاضبا، was angry، دي واحد، angry ده رقم واحد، ده بالنسبة لمين؟ للاختلافات. هتقول لي بيب was still young and calm، بيب كان ما زال صغيرا وهادئا، ولكن المدان كان غاضبا، ده رقم واحد. الحتة التانية بقى التشابه اللي بينهم، they both، هما الاثنين feel lonely، يشعرون بالوحدة، and have No one to care for them. وهم الاثنين ما عندهمش حد يعني يهتم بهم. They both، هم الاثنين lack، بينقصهم أو خلينا نقول missed، فاتهم يعني أو ينقصهم family worms، family اللي هو الأسرة، worm اللي هو دافئ، ورمز اللي هو دفء الاسري. انا اوضح لك دي كده عشان حاسس ان انا طولت في الاجابه. هما الاثنين بيشعروا بالوحده وما عندهمش مكان حد يعتني بيهم، هما الاثنين كمان بيفتقدوا الفاميلي ورمز اللي هو الدفء الاسري. دي اول صفحه يا باشا. الصفحه الثانيه رقم 11، الراجل بيقول لك ايه بقى، خلينا كده زي ما احنا تحت نكتب فوق. في رقم 11 الراجل بيقول لك ايه، Why do you think that the convicts chose the graveyard to hide at night؟ هو ليه الناس دول بيختاروا المكان ده عشان يختبئوا فيه على عند الجرافيرد، المقابر يعني، لان المكان ده هادي ومش من الطبيعي ان اي حد يروح هناك. As this is a quiet place، لان هذا مكان، place مكان هادئ، and no one ولا احد goes there، ما حدش بيروح هناك. مش انت عايز رأيي؟ ده رأيي يا عم الحاج. طب السؤال التاني رقم 12، الراجل بيقول لك You are lucky not to have been put in the graveyard long ago، It's because of me، احمد ربنا انك انت ما اتدفنتش معاهم بقالك فترة طويلة، ده كله بفضل انا، That you are still here، انك لسه عايش. تعلق على ده، What does it show about the speaker's character، علق على الكلام ده وقول لي بيبين لك ايه من شخصية المتحدث. هنروح قايلين كده The speaker الاول، مين اللي بتكلم؟ The speaker، المتحدث is Miss Jo، المتحدث Miss Jo، she is complaining، يعني هي بتشتكي، complaining about، بتشتكي من بيب. حلو الكلام، بتشتكي من بيب، ده رقم واحد. it shows، الكلام ده هو بيبين لنا that she is not happy about بيب، او she is cruel، انها قاسية to بيب، قاسية جدا مع بيب. طيب بيبس childhood was really miserable، discuss، قلنا السؤال ده قبل كده مرة، طفولة بيب كانت بائسة، اشرح كده. هتروح انت قايل له بيبس childhood was really miserable as he was orphan، he has no one to look after him او to take care of him، he always
felt lonely. His sister was cruel to him and he always cried. He always cried alone in the marshes. كان دايما بعيط لوحده. مستر وميس جو have different characters. هما الاثنين شخصياتهم مختلفة. طبعا. ازاي؟ هنروح قايلين مستر جو. مستر جو was a kind man. كان راجل لطيف وعطوف كده. Especially to Bib. But ولكن المس جو was always cruel. كانت قاسية. To both لكل من Bib and her husband. كانت قاسية مع زوجها ومع الواد. Was Miss Jo satisfied with her life؟ هل كانت مرضية بحياتها؟ No. طب ليه يا باشا؟ لأن هي زوجة حداد. As she was لأن هي the wife of يعني زوجة a blacksmith. A blacksmith يعني هي زوجة حداد، فالموضوع بالنسبة لها مش مبسط أبدا، مش مفرح. السؤال ده حلو ينفع يجي في امتحان السنة دي والله. Do you think that Bib's childhood affected his future؟ هل تعتقد ان طفولته أثرت على مستقبله؟ هنقول yes. ليه يا باشا؟ لازم تبين للأول طفولته. Being orphan and poor، كونه فقيرا ويتيما. He decided، قرر أن يغير حياته. To change his life، أن يغير حياته. Through من خلال education، التعليم. هو كان مقرر انه غير حياته من خلال التعليم، وبعد كده ربنا فرجها عليه بالكونفكت اللي بعت له فلوس. 17. The convict wanted to help Bib. الكونفكت اراد ان يساعد بيب. ازاي بقى؟ هو عمل حاجات كتير. رقم واحد، he apologized يعني هو اعتذر to Mr. Joe للمستر جو for stealing his food. هو اعتذر للمستر جو لأنه سرق طعامه. ده رقم واحد. رقم اتنين، he sent Bib money more than one time. الحاجة التالتة، he made Bib a gentleman. ما احنا بقى بنجاوب أسئلة على القصة كلها. يبقى انت قلت لي كده هو اعتذر لجو على سرقة الطعام وبعت لبيب فلوس وجعل بيب جنتلمان قد الدنيا. رقم 18، مستر او ميسيس جو wanted to get rid of Bib. Do you agree؟ هل انت موافق على انها كانت عايزة تخلص من بيب؟ ازاي بقى يا باشا؟ يس. هتقول ازاي؟ هتروح قايله بقى عندما عرفت ان المس هشام بتبحث عن طفل هي ارسلت اليها بيب. يبقى عندما هي عرفت، يبقى وين هي عرفت، يبقى شي نيو ان المس هشام ذات هافي شام، ان هشام تحتاج طفلا. needs a child. هي ارسلت بيب. شي سنت بيب ات وانس في الحال. Although Bib was young، برغم ان بيب كان صغير، he was hard working، الا انه كان جادا في عمله. ازاي بقى؟ هنقول هو كان بيشتغل صبي في الصباح وكان بيحضر الحصص بالليل. يبقى نقول he worked، هو كان شغال يعني، as an apprentice. لو انت مش فاكر في الصباح ولا بالليل، قول he worked as an apprentice and learned at school. and learned، وتعلم at school في المدرسة. at the same time، at the same time، في نفس الوقت. طب اللي بعد كده، Miss Havisham was abnormal comment. الولية دي اسمها هافشام، دي كانت مش طبيعية، ما كانتش عادية. اولا احنا ممكن نحكي كذا حاجة كده على اساسهم او اهمهم، يعني ده زي ما شفتها في اجابات الورك بوك كده. هنقول also she seemed، بالرغم ان هي بدت kind to Bib، بالرغم ان هي بدت لطيفة مع Bib. She asked Estella، طلبت من Estella أن تكسر قلبه. She asked Estella to break his heart. تاني كده الإجابة دي، وبقول لك في السؤال، بالرغم من أن عمتك هافشام دي كانت مش طبيعية، أو السؤال يعني السؤال بقول لك هي مش طبيعية، علق. فأنت قلت له برغم أن هي بدت لطيفة مع بيب، لأنها طلبت من Estella أن تكسر قلبه. ممكن تقول حاجة تانية، she wasted her life، ضيعت حياتها because someone deceived her، لأن في شخص
خدعها and decided to take revenge on men، وقررت أن تنتقم من الرجال كلهم. ده برضو مش طبيعي. Estella's bad treatment to Bib was a double-edged weapon. بقول لك المعاملة السيئة بتاعت استلا لبيب كانت double-edged weapon، يعني كانت سلاح ذو حدين. ليه؟ هنروح قايلين عندما استلا عملت بيب بشكل قاسي. when استلا treated بيب بطريقة قاسية in a cruel way، بطريقة قاسية، هو قرر أن يغير حياته. he decided to change his life. change his life بس تكمل كده to gain her love، عشان يكسب حبها. فقرر ان هو يعمل بهدل نفسه. if you were بيب، لو انت مكان بيب، would you love استلا؟ لو انت مكان بيب هتحلها هتحبها؟ انا هقول لا. طب ليه يا عم؟ she was cruel، يعني هي كانت قاسية. boastful، boast في هنا ايه؟ boastful and treated بيب badly، ده هي كانت قاسية ومتكبرة وعملت بيب بشكل وحش. هنكمل لحد 25 في الفيديو ان شاء الله. بيب suspected the man he met in the inn. why؟ بيب شك في الراجل اللي قابله في الحانة. ليه بقى؟ عشان بيب لاحظ انه عنده الفايل. as he noticed بيب noticed، يعني بيب لاحظ ان الرجل ذات، خلينا نقول ان الغريب بقى the stranger، الرجل الغريب ده had the file in his pocket. had the file، الرجل كان معاه ايه يا ولاد؟ مبرد. طيب he gave to the convict here before. what do you think might have happened if Joe had gone to school؟ ايه اللي كان ممكن يحصل لو جو كان راح المدرسة؟ يا نهار ابيض، حاجات كتير. رقم واحد، هو كان هيعيش حياة افضل. he would have lived a better life، هو كان هيعيش حياة افضل. رقم اتنين، هو ما كانش هيبقى حداد. he wouldn't have been a blacksmith، ما كانش هيبقى حداد وضيع حياته كده في موضوع الحداد اللي هو اشتغل فيها دي. التالتة والاهم رقم تلاتة، he wouldn't have married، ما كانش هيتجوز المس جو، كان هيتجوز واحدة متعلمة احسن من كده من الغبية اللي كانت معاه دي. اخر سؤال في الفيديو ده النهاردة ان شاء الله عشان انا فصلت. if you were in Bib's place، لو انت مكان بيب، would you make friends with Joe؟ يا باشا ده على العين والرأس، انت لما كان بيب كنت هتصاحب جو؟ ليه؟ لان جو كان لطيفا وكان دائما داعما لبيب. as جو، لان جو was kind، was الاول نقول friendly كان ودودا، and kind وكان عطوفا. he always supported يعني كان دائما بيدعم بيب. ولو عايز تشرح، he wished Mrs. Joe treated him badly not Bib، تمنى لو ان المسز جو تعامله هو وحش مش بيب. دول 25 سؤال من 53 سؤال، وانا عارف انك كان نفسك اكملهم كلهم عشان انا بس فصلت وبدات كده استهبل، فهكمل الباقيين فيديو تاني. اتمنى ان انت تتابع الكلام ده وتعمل يعني الدعم المحترم اللي انت عارفه، والابلكيشن موجود في الوصف، نزله وادخل على بنك الاسئله وحل الاسئله اللي فيه، هتستفيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.